بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد اللقاء بكم في الفيديو 24 من مادة لغتي اللغة العربية المدرسة العالمية الباكستانية بالطائف، طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي بنين وبنات. نبدأ درسنا لهذا اليوم، نبدأ اليوم بمشيئة الله في الوحدة السادسة والتي تتكلم عن أحب العمل. نتكلم أو نبدأ اليوم إن شاء الله في الوحدة السادسة والتي تتكلم عن أحب العمل. افتحوا الكتاب صفحة 61، افتحوا الكتاب صفحة 61. نشاطات التهيئة. 1. أصل كل كلمة بالصورة الدالة عليها ثم أتحدث عن إحداها. طيب، عندنا هنا أول شيء عندنا صورة إيش؟ نحن قرينا السؤال، نقرأ السؤال من جديد. 1. أصل كل كلمة بالصورة الدالة عليها ثم أتحدث عن إحداها. طيب، نيجي لأول شيء، هنا عندنا خياطة، وصلوا بصورة الخياطة، هذه هي. الثانية عندنا صورة مهندسة، وصلوه هنا. الثالثة عندنا صورة الثالثة، الكلمة الثالثة عندنا طبيب، وصلوه هنا طبيب. شرطي، هذا الشرطي، وصلوه. طباخ، هذا الطباخ قدامنا، وصلوه. معلمة، وصلوه هنا معلمة. سباك، وصلوه هنا سباك. حداد، وصلوه هنا حداد. فلاح، وصلوه هنا. فين الفلاح؟ اهي فلاح. نجار، وصلوا هنا نجار. نتحدث مثلا عن مهنة المعلم، السؤال يقول لك تحدث عن إحداها. نتحدث عن مهنة المعلم، إيش نقول مثلا؟ مهنة المعلم، اكتبوا. تعتبر مهنة المعلم مهنة عظيمة، حيث يفتح لنا المعلم أبواب المستقبل من خلال العلم والتدريس لكل ما هو نافع ومفيد، ويمتد دوره لتنمية قدرات الأجيال وتربيتهم تربية صحيحة ليكونوا قدوة يحتذى بهم. إذن بعد ما توصلوا تكتبوا السطرين، هذا نهاية السؤال. تعالوا نجي للسؤال الثاني، إيش عندنا السؤال الثاني؟ نقرأ السؤال مع بعض عشان نجي نحل السؤال بعدين. إيش عندنا السؤال؟ السؤال الثاني: أفكر، أراد أبي أن يبني بيتا جديدا، فإلى من يحتاج من أصحاب المهن الآتية؟ وما دور كل واحد؟ وما دور كل واحد؟ طيب، نجي عندنا هنا، هذا ما نبغى، حطوا عليه إكس، هذا ميكانيكي، هذا المعلم أو أب، ها نحتاج البناء، إذا نحط على البناء صح، هذا ما نبغاه. المهندس المعماري حطه صح عشان نبغى بيت جديد. طيب، الطبيب ما نبغاه في البيت الجديد عند البناء. النجار نبغاه نحط عليه صح. الدهان نبغاه نحط عليه صح. طيب، عندنا هنا المهندس المعماري يرسم مخطط البيت، الدهان يدهن البيت بالطلاء، البناء يبني البيت، النجار يصنع أثاث البيت. إذن اخترنا 4 صور من الصور اللي أمامنا. ننتقل إلى صفحة 62. طيب، عندنا صفحة 62، السؤال الثالث: ألاحظ الصور ثم أحدد الشخص المناسب لحل المشكلة. نكتب تحت كل صورة. إذا التلفون خرب عندنا، من نجيب عامل صيانة الهاتف؟ اكتبه هنا. السباك، إذا الموية كذا أنا في الحمام وفي المطبخ كذا، نجيب السباك. الطاولة إذا انكسر أو كذا، نودي عند النجار. عندنا السيارات هنا، إذا في حادث نجيب، نتصل على شرطة المرور. إذا رحنا البقالة أكيد البقال يساعدنا. إذا صار حريق في البيت لا سمح الله، أكيد نتصل برجل الإطفاء. إذا الكهرباء عندنا، يعني طفت الكهرباء وفي عطل، نتصل بالكهربائي. إذا مرضنا لا سمح الله نروح عند الطبيب. طيب، نجي للصورة اللي بعده. ها، إذا السيارة عندنا خربانة أو تعطلت، نتصل بالميكانيكي. أو إذا عندنا قمامة في الطريق، أكيد سائق شاحنة القمامة. إذا عندنا الجدار هنا لا سمح الله انهد أو شو اسمه بسبب الأمطار وكذا، أكيد نتصل أو نجيب البناء يبني لنا الجدار. وإذا شفنا وساخة زي كذا، أكيد نستدعي أو نتصل بعامل النظافة عشان يجي يخلص لنا المشكلة.
ننتقل معكم إلى صفحة 63. إيش عندنا صفحة 63؟ صفحة 63 عندنا نص الاستماع. واحد، ألاحظ الصور وأستنتج. ألاحظ الصور وأستنتج. عندنا شوف الصورة الأولى، لا تكتب الكلام اللي تحت الصورة الأولى بس نقراها. جلس حطاب ونجار وصياد وقد بدت عليهم علامات الفقر والحزن. شوف الصورة الثانية إيش مكتوبة. مر عليهم شيخ كبير وسلم عليهم. الصورة الثالثة، قال الشيخ الكبير لماذا أنتم حزينون هكذا؟ قالوا لقد بحثنا عن عمل ولم نجد. طيب نجي للصورة اللي بعده. شوف الصورة الرابعة إيش عندنا مسجلة في الصورة الرابعة. قال الشيخ ماذا تعملون؟ قال الحطاب أنا أعمل حطابا. شوف الصورة اللي بعده، والآخر نجارا. الصورة اللي بعده، والآخر صياد سمك. طيب الصورة اللي هنا، قال الشيخ هل أساعدكم لتحصلوا على عمل؟ الصورة اللي هنا، فرح الجميع وقالوا أجل. الصورة اللي هنا، الحطاب يقطع جذوع الشجر ليجمع الخشب. الصورة اللي بعده، إيش عندنا في الصورة اللي بعده؟ شوف الصورة هذه، يصنع النجار من الأخشاب زورقا صغيرا. الصورة اللي بعده، يصطاد صياد السمك من البحر. نكتب يصطاد، هنا نكتب الطاء ألف كلمة، أو نكتب يصيد. يصيد الصياد السمك من البحر، لا تكتبوا بس كده عشان نطلع. تعاون الحطاب والنجار والصياد في عملهم. آخر صورة، حتى أصبح لديهم مال كثير. لا تكتبوا الأشياء اللي تحت الصور بس عشان نفهم الصور. نجي لصفحة 64. 64 صفحة 64 عندنا ثانيا أستمع وأجيب. أستمع وأجيب. واحد، أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية. شفهيا، لا تكتب الإجابة إذا ما تبغى تكتبه، أما إذا تبغى تكتبه هذا شيء يرجع لك ما في مشكلة. السؤال الأول، لماذا جلس الأصدقاء الثلاثة تحت الشجرة؟ الجواب، لأنهم بحثوا عن العمل في كل مكان ولكن لا أحد يريد أن يعملوا عنده. السؤال الثاني، ماذا كان يعمل كل واحد من الأصدقاء الثلاثة؟ أحدهم حطاب والآخر صياد سمك والآخر نجار. طيب السؤال الثالث، إيش عندنا في السؤال الثالث؟ نقرأ السؤال، كيف كان حال الأصدقاء الثلاثة؟ بدت عليهم علامات الفقر والحزن. السؤال الرابع، من أين جمع الحطاب جذوع الأشجار؟ من الغابة. السؤال الخامس، ماذا طلب الشيخ من النجار؟ أن يصنع من الأخشاب زورقا صغيرا. السؤال السادس، كم استغرق النجار لصنع الزورق؟ 3 أيام. طيب نجي للسؤال السابع، ماذا استعمل النجار لصنع الزورق؟ الأخشاب والمنشار والمطرقة والمسامير. السؤال الثامن، ماذا طلب الشيخ من الصياد؟ أن يذهب إلى البحر بالزورق ويصطاد السمك. نكمل التدريبات. السؤال التاسع، متى ذهب الصياد إلى البحر ومتى عاد؟ ذهب عند الفجر وعاد قبل المغرب، قبل الغروب. السؤال العاشر، كيف اصطاد الصياد السمك؟ باستخدام الشباك. آخر سؤال 11، ماذا فعل الأصدقاء الثلاثة بالسمك الذي اصطاده الصياد؟ ذهبوا إلى السوق وباعوه واشتروا بثمنه طعاما وملابسا وفأسا حديدا جديدا للحطاب ومنشار ومطرقة ومسامير للنجار وشباكا للصيد. طيب نجي للسؤال الثاني، هنا نبدأ الكتابة. السؤال الثاني، استمع وأضع خطا تحت الكلمات ذات الوزن المتشابه ثم انطقها. جلس هنا حطاب ونجار وصياد، حطوا خط، هذا أوزانهم زي بعض. في ظل شجرة وقد بدت عليهم علامات الفقر والحزن، فمر بهم شيخ كبير فسلم عليهم. طيب نجي للسؤال الثالث، إيش عندنا في السؤال الثالث؟ نقرأ السؤال مع بعض. استمع وممثل ما استمعت إليه. انطلق الحطاب إلى الغابة وراح يقطع جذوع الأشجار ليجمع الخشب.
أحضر النجار منشاره ومطرقته ومساميره وراح يقص الخشب ليصنع منه زورقا. نكتب تحت: ركب الصياد الزورق وانطلق في البحر وراح ينزل الشباك في الماء ليصطاد السمك. اكتبوا. بعد ما تكتبوا نروح إلى صفحة 65. طيب، عندنا صفحة 65 السؤال الرابع: استمع وأذكر السلوك المضاد للسلوك الذي تحته خط. فرح الصياد وركب الزورق عند الفجر ضد فرح حزنة. اكتبوا. الجملة الثانية: ابتسم الشيخ عندما رأى السمك الكثير. ابتسم ضد إيش؟ عبس أو عبس. الجملة الثالثة: شكر الأصدقاء الثلاثة الشيخ على نصيحته وراحوا يعملون بجد ونشاط. إيش كلمة ضد كلمة جد ونشاط؟ نكتب: بكسل وخمول. 5: أذكر رأيي في القصة التي استمعت إليها. نكتب إيش؟ قصة رائعة أعجبتني لأنها تمثل لنا التعاون والجد والنشاط في العمل. اكتبوا. 6: ما الشخصية التي نالت الإعجاب في القصة ولماذا؟ نكتب إيش؟ شخصية الشيخ الكبير عشان نساعدهم وأعطاهم فكرة حلوة، لأنه إيش؟ لأنه قام بمساعد الحطاب بمساعدة إن نحطه بعد التاء هنا مربوطة بمساعدة. قام بمساعدة الحطاب والنجار والصياد وقدم لهم النصيحة التي ساعدتهم على إيجاد عمل لهم. ها، نقرأ السؤال 6 من جديد ونجاوب. سؤال 6: ما الشخصية التي نالت الإعجاب في القصة ولماذا؟ شخصية الشيخ الكبير. لماذا؟ لأنه قام بمساعدة الحطاب والنجار والصياد وقدم لهم النصيحة التي ساعدتهم على إيجاد عمل لهم. طيب، نجي للسؤال السابع. إيش عندنا السؤال السابع؟ 7: أساعد كل واحد من الأصدقاء الثلاثة في الحصول على أدوات عمله. النجار وصلوا بإيش؟ بالمطرقة والمنشار. الحطاب وصلوا بالفأس. الصياد نوصله بالصنارة ونوصله بالسفن. نجي لصفحة 66. صفحة 66: بالاستفادة من النص أكمل الجدول الآتي. المشكلة التي عانى منها الأصدقاء الثلاثة. اكتبوا. الفقر. أسباب المشكلة. نكتب: لم يرد أحد أن يعمل عنده. الحل الذي قدمه الشيخ لمشكلة الأصدقاء الثلاثة إيش؟ نكتب: أن يذهب الحطاب ويقطع جذوع الشجر ويصنع منها النجار زورقا ويركبه الصياد ليصطاد أو ليصيد السمك من البحر. أعبر عن رأيي في الحل الذي قدمه الشيخ لمشكلة الأصدقاء. نكتب إيش؟ أعجبني لأنه ساعدهم جميعا حيث أعطى لكل شخص منهم العمل المناسب له. اكتبوا. أقترح حلولا أخرى للقضاء على المشكلة التي عانى منها الأصدقاء. زيادة الوعي، التعليم، تقديم المعونات. طيب، نجي لسؤال 9. إيش عندنا السؤال 9؟ تعالوا نقرأ مع بعض سؤال 9. أستمع للنص ثم أكمل الشكل الآتي. عناصر القصة. إيش هو عناصر القصة؟ الأصدقاء الثلاثة. أكتبوا. المكان تحت ظل شجرة. أكتبوا. الزمان في الماضي. أكتبوا بخط حلو. أهم الأحداث. الأحداث خيالية وأهمها راح نقرأها تحت، وأهمها تحت هنا. طيب، الشخصيات من عندنا؟ الشيخ الكبير والحطاب والنجار والصياد. الدروس المستفادة: التعاون والجد والنشاط في العمل، تقديم المساعدة للآخرين. طيب، أهم الأحداث أهمها إيش صارت؟ بدت على الأصدقاء الثلاثة علامات الفقر والحزن، فمر عليهم شيخ كبير فأخبروه عن سبب حزنهم، حيث أنهم لم يجدوا عمل
لهم فنصحهم بأن يذهب الحطاب ويقطع جذوع الشجر ويصنع منها النجار زورقا ويركبه الصياد ليصاد أو ليصاد السمك من البحر. فعملوا بنصيحة الشيخ الكبير وحصلوا على مال كثير. إذا ما تبغى تكتبوا أهم الأحداث لا تكتبوها، ما هي مشكلة. نيجي لآخر صفحة نأخذ لهذا اليوم، صفحة 67. افتحوا صفحة 67 آخر صفحة نأخذ لهذا اليوم. عندنا النشيد أنشدوا، عنوان النشيد جد واجتهاد. عنوان النشيد عندنا جد واجتهاد. تعالوا نقرأ النشيد مع بعض، نقرأ النشيد مع بعض. السطر الأول في النشيد عندنا: يا صديقي يا صديقي أيها الطفل الصغير، كيف تحيا في خمول داخل الكون الكبير؟ إنما الناجح دوما من سعى وسط الحياة، فخذ العبرة مني إنني رمز السعى، أجمع الشهد لذيذا كي يحس الآخرون قيمة السعي ويمضوا دون هون يعملون. هذه الدنيا جهاد فاسعى هيا يا صغير، بنشاط واجتهاد داخل الكون الكبير. الشاعر عبد الله الخالد. معجم الصغير، تعال نقرأ معجمي الصغير. خمول معناته كسل، العبرة معناته العظة والدرس، الكون معناته الوجود، هون معناته ذل وضعف. تعالوا نقرأ النشيد مع بعض من جديد. عندنا عنوان النشيد قلنا جد واجتهاد. نقرأ النشيد مع بعض. إيش عندنا في النشيد؟ قلنا: يا صديقي يا صديقي أيها الطفل الصغير، كيف تحيا في خمول داخل الكون الكبير؟ إنما الناجح دوما من سعى وسط الحياة، فخذ العبرة مني إنني رمز السعى، أجمع الشهد لذيذا كي يحس الآخرون قيمة السعي ويمضوا دون هون يعملون. هذه الدنيا جهاد فاسعى هيا يا صغير، بنشاط واجتهاد داخل الكون الكبير. اكتبوا العنوان في الدفتر ومن هنا حطوا علامة صح، إلين هنا اكتبوا حطوا علامة خطأ. النشيد اكتبوه في الدفتر، واجف الدفتر بتاع العربي بخط حلو وجميل. هذا ما لدينا لهذا اليوم. الحصة القادمة بمشيئة الله نبدأ من صفحة 68، الدرس الأول العمل عبادة. لا تنسوا واجبات الكتاب، ولا تنسوا واجبات الدفتر، ولا تنسوا كل الأشياء اللي حليناها في الكتاب تحلوه، لا تخلوا أي شيء فاضي. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.